لكم احبائي، هذه هي الفوسته تاعنا تاع نهار اليوم اللي كما شفتوا في الفيديو جبناها من غزالات، ما كانتش كاينه حاجه كبيره يعني اللي صبناه ديناه للاسف كما قالوا من مول العيد ما كانش حاجه كبيره. هذه الحوته تاعنا راح نعملوها اليوم حوته مدفونه بالملح، يعني في اول مره يعني راح تشوفوها معايا، انا جربتها عده مرات يعني على بالي النتيجه. وهذه الحوت الصغيره اللي راح نعملوها حتى هي بحدها، عندي كميه مليحه كما راكم تشوفوا. راح نحتاج لهذه الوصفه عندي هنا حوالي 5 درجات تاع الثوم كما راكم تشوفوا، هذا نعملها بطبس كبير. عندي هنا الوراق تاع الرم راح نحتاج نفرشهم تحت الحوت ماشي دركا. هنا عندي كميه تاع المعدنوس راح نديرها كامل يعني حسب الرغبه، اللي ما يحبش ما يعملش، بالنسبه للحوت قدو كامل ما تعملوش، تخليوها غير هكذا ثاني تجي مليحه. عندي شويه تاع فلفل اسود، كميه مليحه تاع فلفل اسود هكذا. عندي هنايا سكنجبير مرا جنجرون شويه برك ماشي بزاف. هنا عندي فلفل احمر حار اكيد حسب الرغبه. نحط عليها كميه تاع الزيت كما راكم تشوفوا هكذا، ونخلط غير بيديه هكذا، ونحاول نمسح مسحه خفيفه على الحوته تاعنا. راها نقيه كما راكم تشوفوا، غسلتها ونقيتها ونحيت لها كامل هذوك الزوائد. راح نحاول نمسح غير حاجه خفيفه، احنا ما نستحقوش يطلق فيها البنه تاع الحروج بزاف، لان حابينها يجي فيها البنه تاع مشوي هكذا يعني غير البنه. واللي ما يحبش ما يعملش، هي اغلب الوصفات ما يجيش فيها الحروج، فانا نحب يعني البنه نحبها في الحروج كيما هكذا تشوفوا حاجه خفيفه. البن من الداخل شفتوا من الداخل هكذا، ما نعطيتوش ما نديروش الملح الا لاحظتوا الملح ما نعملوش. هنا انا عندي حوالي 2 كيلو تاع 2 كيلو ماشي حوالي 2 كيلو كيف نتاع الملح، 16 كاي تاع الملح خويتهم هنا كما راكم تشوفوا من غير اي اضافات، ملح عادي. هنا راح نحاول نشمخهم شويه بالماء يعني اطاي يشمخ لي هكا كما راكم تشوفون، نشمخه بالماء ماشي كامل نعجنوه بصح بدا يتشمخ الملح شتو غير يشم الماء صاي يكوز كما نقول. نشوف الى خاصني نزيد واذا كفاتني سيبو، انا عندي كميه كبيره تاع الحوت يعني اكيد راح يكون يخصني. فوالا كمرحله اولى كما راكم تشوفوا هكذا، نخليها على جنب يعني ماشي كامل هكا هكا. هنا عندي البلاطو الثاني فرشت فيه بابي كويسون هكذا كما راكم تشوفوا بابي كويسون من تحت. من بعد راح نفرش الملح على قد الطول تاع الفوته تاعي هكا قد الطول ديالي هكا من تحت. هكذا ومن بعد نرفد الفوته تاعي ونحطها فوق هذاك الملح هكذا كما راكم تشوفوا، ونحاول نغطيها كامل بالملح هكذا، نغلفوها كامل تتغلف بالملح كما راكم تشوفوا هكذا غير بالعقل علينا، ونحاولوا ليسونسيال السكر مليح نزيروه هكذا كما راكم تشوفوا، نغلفوها كامل بهذه الطريقة ونشمخو في يدينا هكذا باش تسكر لنا. لازم هذاك الملح كامل يزير الماء على البواسون ديالنا هكذا حتى تتسكر هكذا، ونتحيوها للفور على درجة حرارة متوسطة يعني ما تفوتش 250 دوغري. نسخنو نكونو سخنا الفور تاعنا من قبل، نكون سخن مليح قبل ما نتحيو الحوت تاعنا. هذه الحوته الكبيره تاعنا يعني كملتها كما راكم تشوفوا هكذا، ونعاود نعملو مع بعض الصغار. بالنسبه للحوت الصغير باش راح نعمل اول حاجه راح فرشت طبقه اولى تاع الملح، راح ندير شويه تاع الرند هكذا يطلق لنا بنه الوحده، انا راح نقسمها هكذا كما راكم تشوفوا يطلق لنا بنه مليحه في الحوت.
ونفرش الحوت تاعي بما انه ماشي كبير بزاف كما الاولى. هذا هو الحوت تاعي اللي اكيد سبق لي ونقيته من قبل وغسلته مليح حيتو هكا. نفرش كامل الكميه اللي عندي في الملح هكا بهذه الطريقه. انا نخالف هنايا باش يقدني البلاص ونعملهم كامل مع بعض برا هكا. وهنا نعاود نبدا نغلق بالملح كما درت في الاول. نعاود نعمل في الثاني نبلع عليهم كامل مع بعض. وبالنسبه اللي يقول لك ممكن يجي مالح بزاف ما ينتكلش نقول لكم لا بالعكس يجي روعه ما يجيش ملح. يعني الملح يجي كيف كيف يعني نورمال لانه لابو الفوقانيه هي اللي تشرب كامل هذاك الملح. وهذه وصفه مجربه يعني مش اول مره اللي نعملها. انا موالفه نعملها واليوم سي لوكازو نشاركها معكم. فوالا هذا هو الحوت ديالي. راح نعاود ندخلو الفرن الحوت الاولى ندخلهم مع بعض يطيبوا لانه انا عملت ان شاء الله تورنونت يعني فونتيلي الفرن عندي فونتيلي كما راح يطيبوا كيف كيف ونرجعوا بعد ما يطيبوا لنا. ديري بوست